من رحم أزمة نقص الكهرباء في لبنان، تمكن الشاب اللبناني محمد السبسبي من ابتكار توربين رياح باستغلال براميل البلاستيك المعاد تدويرها لتوليد الكهرباء في حيه. أكيد بسبب أزمة الكهرباء التي عصفت ببلادنا، اضطرينا نبحث عن بدائل لكهرباء الدولة. خطرت ببالنا هالفكرة هي اللي هي طاقة الرياح اللي ممكن نطبق على كافة المنازل بلبنان. وكان هدفنا الأساسي إنه نحن نخترع حتى الجنريتر بلبنان حتى يكون الكفاءة تبعته أعلى وسعره أقل. محمد ذو 25 ربيعاً يعيش في بلدة ببنين شمال لبنان، دفعته حاجة سكان حيه للكهرباء للعمل بمجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا ليصنع العديد من النماذج الأولية قبل إنشاء ما أسماه جرين إكس. أكيد وضعنا عدة تصاميم، قرأت العديد من الكتب، بحثت بهالمجال كتير حتى توصلت برأيي أنا هذا النموذج الأكفأ بتوربينات الرياح. هذا التوربين بيتميز عن بقية التوربينات المتوفرة بالسوق بالإفشنسي الأعلى تبعته. بيتمتع أول شيء بتورك أعلى، نحن بنقدر نتحكم بهالتورك، نستغله لنزيد الـ RPM على حسب الجنريتر ما بيتطلب. مثلا عندنا هون الجنريتر هو بقدرة 1000 وات على 500 RPM بيشتغل. الطالب في تخصص اللغة الفرنسية قام بتركيب ألواح شمسية لاستخدامها في الأيام التي تقل فيها الرياح. لما يكون في عنا هواء وشمس بنفس الوقت تقريباً بيكون عنا بين 1500 و 2000 وات. نحن هون بنزيد السحب، يعني نصير نقدر ندور كذا شغلة مع بعض. لما يكون في عنا مصدر واحد، يعني يا أما الشمس يا أما الهواء، أكيد المسحوب يكون أخف. بكل الأحوال الحمد لله يعطوا في كهرباء، نادراً ما ننقطع. استخدام مواد محلية وبسيطة هو ما اعتمد عليه محمد في اختراعه هذا، واليوم يأمل في إيجاد تمويل لمشروعه وتطويره من أجل حل مشكلة نقص الكهرباء المتفاقمة. أكيد لازم يكون لنا بصمة بهالمجال، ومن هون جرين إكس إن شاء الله يكون إلى دور بهالمجال، سواء بالتوربينات الرياح أو بالبيوغاز أو بالبيوماس، نقدر نستغلهم لنعمل منهم كهرباء، وبالتالي نخفف من الانبعاثات الكربونية ونخفف فاتورة الكهرباء ونحد من البلاك أوت اللي عم نعاني منه بلبنان من زمان. تمشي معنا، لا يلا دوك يلا ضاو ويني محمد كل السبسبة. الحاجة أم الاختراع، مقولة جسدها هذا الشاب قولاً وفعلاً بتسخير الرياح لاستعادة نظارة وجه البلدة.